هو من أجود الأحاديث. هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا من أمتي على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا. تصوروا الصراط المنصوب على جهنم، الكلاليب والنار، وهذا يحبو ثم يتعرقل لا يستطيع المشي. تصوروا العذاب الذي أصابه. يقول صلى الله عليه وسلم: فجاءته صلاته علي فأقامته فأنقذته من النار. صلى عليك الله يا علم الهدى. صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة، يكفي في عظمها أن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.